قدامكم كاتب لنا خربان الجهاز، يقول لي موظف عدد، قال لي ما عليهم ذو هالأعصاب، تضحكون على العالم. والله المدير قال لي وسع سادك مغير لك الجهاز من حقك، والجهاز خربان. شوف عارف المدير سيده، والوالد كان وياي ينشق شاي بعشر ريال خسران، قال لي ما تدفع على ريال. قلت له انت اللي حقك مدير تستاهل انك مدير، انت مو محطوط مدير واسطه. قلت له اللي حقك مدير يعني شوف كيف اسلوب ولا باقة وكذا، قلت له تستاهل مكانك يعني. والله اعطاني الجهاز وقال لي مع الجهاز جاي الغلاف وجاي ذي اللزقه، قال لي لا بس نعطيك الجهاز. ايش هالكلام ده، تعطيني خلاص الكرتون كامل، ليش اشتري لزقه جديده؟ قال عطوا لي اللي ابي كذا، حرجك وخليك ترجع ثانيه وثالثه. بعدين انا انت موظف، اهم شيء سمعه المكان. كم اخذت؟ اخذت 600 وشوي، واخذت فيها جهازين، طبقت ال 2000، وصار لي الحين اقدر اقدم على التذكره. الحين هم حاطين عقد تذكره ذهاب وعوده. وين هذا التذكره؟ تحط حاطين مانيلا، حاطين الهند، مومباي ودلهي. قرعة يعني سألتها؟ لا مو بقرعة، سألتهم يقولون تدخل على الموقع. طبعا ما بعد يفتحونه في 5 يناير، يقولون تدخل على الموقع وتحط لك 3 دول. طبعا أنا بحط بعيدة لأن حاطين دول الخليج، دبي والدوحة والكويت، خاب الله أحطهم قريب، أروح حق التذكرة الغالية. يقولون تختار 3 دول وبعدين تقول اختار لك الدولة على كيف الكمبيوتر. فأنا بحط الأبعاد، بحط الهند وبحط الفلبين، بخليهم في العطلة الكبيرة. ما رحناهم هالدول، خلنا نروح.